يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة داخلين على أيام العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد وخير وبركة. طبيعي مع أيام العيد بيكون في إقبال كبير على السلع الغذائية، للحقيقة في جهود كبيرة بتعملها الدولة عشان يكون في معروض من هذه السلع اللي بيحتاجها المواطنين بكميات وبأسعار مناسبة. ده حقيقي، الجهود دي مستمرة من أول شهر رمضان ومكملة كمان لغاية بعد العيد من خلال انتشار منافذ بيع السلع في كل المحافظات. موجودة دلوقتي منافذ تابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين، ده غير منافذ السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان ومبادرة كلنا واحد. وفي الحقيقة المنافذ دي كمان يا مصطفى يعني بتعمل على تسهيل وبيع المنتجات الغذائية أو السلع الغذائية دي، مش بس بسلع كمان بأسعار مناسبة، كمان بجودة عالية. صحيح، بتفق معاك جدا. وطبعا الهدف الأساسي من المنافذ دي إن هي تقلل بشكل كبير أي تأثير سلبي للأزمة المالية العالمية اللي موجودة في العالم كله واللي بتأثر على إمدادات السلع الغذائية. علشان كده الحكومة شكلت لجنة بتتابع بشكل يومي العمل على توافر كافة هذه السلع في كل الأسواق وبأسعار مناسبة علشان نخفف الأعباء على المواطنين المصريين في رمضان وفي العيد. ده حقيقي، انت قلت دلوقتي انه في يعني أزمة عالمية، فبالتوازي مع ده رئيس الوزراء قال ان تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية، وكمان التخفيف بشكل كبير قوي من أي تداعيات تخص أزمة التضخم العالمية على المواطن المصري. وزي ما انت قلت ده لتخفيف العبء على المواطن المصري. على كل حال احنا بنصبح على حضراتكم، بنتمنى لكم صباح سعيد. صباح الفل.